هذه القضية ملف خطير جدا وشائك. الآن الصناعة اعترفت أن هنالك سماد بإشعاع، وهذا الاعتراف للسيد السادة في وزارة الصناعة جاء بناء على ما ذكرته وزارة البيئة، والكمية التي بها هي 7000 طن. هنالك 3 عينات غير مستوفية، والكمية تقدر ب 700 طن من أصل 31,000 طن تم تجهيزها للتجهيزات الزراعية. لنبدأ برحلتنا بالبحث عن الحقيقة. في هذا البرنامج وفي مواقع التواصل الاجتماعي اتهمت الوزارة التي تنتمي إليها وزارة الصناعة أنها استوردت سماداً، هذا السماد ظهرت به نسب إشعاعات غير مقبولة. ما حقيقة الأمر وما هو الجديد لديكم؟ نعم أستاذ، الحقيقة عندما أثير الموضوع أثير بشكل كبير، نعم، باعتبار هنالك سماد روسي مسرطن، نعم، دخل إلى مصانع الأسمدة الجنوبية وتم توزيعه. نعم. هذا الأسلوب أستاذ نجم، نعم، استخدام المسميات ذات الحجم الكبير لغرض طرح موضوع معين وغير دقيق، هذا راح يكون بأمور خفية. يعني ليس من المنطق أنه نتكلم في موضوع سماد مسرطن وسوف يؤدي إلى بعد 4 سنوات إلى موت جماعي، ونتكلم بوثائق غير دقيقة ومعلومات غير دقيقة وبدون أي وثائق، فقط الاعتماد على شهادة فحص صادرة من وزارة البيئة. تجينا كتب من وزارة الزراعة، التجهيزات الزراعية، أنه وزارة البيئة أظهرت بعض النماذج الغير مستوفية، فيتطلب تشكيل لجنة مشتركة من الأسمدة الجنوبية والتجهيزات الزراعية والبيئة لسحب نماذج جديدة وإعادة الفحص. ماذا حصل بعدها؟ النتائج ما تجينا. تم تشكيل اللجنة وطلعت اللجان المشتركة وسحبت نماذج جديدة. أي النتيجة؟ نعم، النتيجة اللي طلعت من وزارة البيئة. احنا وصلنا كتاب من، نعم، احنا يجينا كتاب استاذ من التجهيزات الزراعية بعد هذه الإجراءات أنه هنالك 3 عينات غير مستوفية، والكمية تقدر ب 700 طن من أصل 31,000 طن تم تجهيزها للتجهيزات الزراعية. إذن هذا جاء كتاب من الزراعة. إذن أكو 700 طن بها إشعاعات من 5,000 إلى 7,000، تمام؟ هذه احنا الأرقام ما تجينا أستاذ، بس غير مستوفية. غير مستوفية، إذن بها نسب إشعاعات. لديكم شهادات عالمية بالفحص، نعم، أن هذا السماد مستوفي للشروط؟ نعم. عندكم تقدر تعرض لي إياها؟ نعم نعم. منين؟ أعطيني إياها. نعم أستاذ، عندنا السماد الأردني من SGS العالمية، هذا السماد الأردني، بس الصورة جاية تأخر. شي يقول اقرأ لي إياه بالله. نعم اوكي. الفحوى مالته شو تقول؟ العالمية هذه فحص. الفحوى مالته استاذ، the test result presented here belong only sampling quantity mentioned above. All reading of radiation of containers within the ambient radiance levels. جميع يعني مستوى الإشعاع في هذه الحاويات هو ضمن المستوى المقبول بيئيا. زين. هذه واضحة الشهادة، نعم. نعم. فهذه الشهادات أستاذ من تجي يعني بيئيا مستوفية، راح تدخل داخل العراق اللي معتمدة، شهادات من شركات فاحصة عالمية. زين، إذا شركات فاحصة عالمية ومركز الإشعاع في وزارة البيئة معروفة أثبت 700 طن ملوث بالإشعاع وتلوث عالي عن النسبة المقبولة 2300، ظهر نماذج 5,000 وظهرت نماذج 7,000، إذا وين صحة المناشئ العالمية يا أستاذ بديع؟ صحة المناشئ العالمية أستاذ، إحنا
هنا هم نرجع إلى الفاحصين وشهادة الأجهزة المستخدمة في الفحص. لازم ندقق، إحنا نبحث عن الحقيقة، لأن إحنا جاي نتعامل مع هذا السماد. يعني إذا كان بملوثات أول المتضررين إحنا جاي نتعامل معه. ليش ما اكتشفتوا أنتم يا سيد بديع؟ ليش لما ظهر بالإعلام يلا صار عليه حركة، ليش ما اكتشفتوه؟ الآن الصناعة اعترفت أن هنالك سماد بإشعاع، وهذا الاعتراف للسيد السادة في وزارة الصناعة جاء بناء على ما ذكرته وزارة البيئة، والكمية التي بها هي 7,000 طن. 7,000 طن ليست كمية سهلة. لو ما الإعلام والخيرين هاي 7,000 طن تعرفون حتى تصل للمخازن، وحتى تصل إلى العاملين، وحتى تصل للأراضي، وحتى تصل للفلاحين، إيش قد ناس أكو راح تتداوله؟ هسا ما تحدث عن 7,000 أو 700، أنا أتحدث عن 10 كيلوات. هذه تعتبر من الجرائم الكبيرة. يعني أنا من تقول لي 7,000 من أصل 50,000، يعني هذا أنت فرحان؟ يعني أنت هذا صح؟ يعني هاي 7,000 كم دونم تزرع؟ وهاي لما سيد بديع ما أعرف حتى تكمل. نعم سيد. أنتوا الآن عندكم 7,000 طن. نعم. عالي الإشعاع بناء على ما أخبرتكم به البيئة، لو فحوصاتكم هاي. لا أساس 751 طن، مو 7,000. 751. ال 715 طن. 715 طن. هاي 700 وين مصيرها الآن؟ نعم. هذه هسه استاذ لازم البيئه تحدد كيفيه التعامل معها. زين. بالاضافه هسه انتم حضراتكم بما اني شيت كاتب انه انا على كلامي لا توجد وثائق تظهر اشعاع في السماد. انا ما قلت ماكو اشعاع. يعني حتى ما نشيت خي يكون واضح استاذ. جاي تكتبوه قدام الشاشه. كل سماد فوسفاتي بيه اشعاع. كل سماد فوسفاتي مستحيل ما بيه اشعاع، لان الفوسفات بيه اشعاع. يا حبيبي يا استاذ اكو اشعاع مقبول، يعني واكو اشعاع مدمر. ال 751 اشعاع من 5,000 الى 7,000. زين انتم تطلع البيئه، انتم فحصتوا؟ انا عندي معلومه. نعم. انتم فاحصين بمركز الهيئه العراقيه للسيطره صحيح؟ هذا للتاكد استاذ، احنا للتاكد حتى نضمن حقنا. فاكو فحوصات ومستوفيه وماكو حيود، فلذلك اذا وصلنا الى طريق مسدود لازم انا ادعو رئيس الوزراء التدخل بالموضوع، تشكيل لجنه للتقصي الحقائق ومعرفه الحقيقه الكامله بكل مهنيه.